كبلديات بصرة اللي هو ملف توزيع الأراضي. خلال هذه الفترة اللي تم توزيع الأراضي، إيش قد وزعتوا أراضي؟ وإيش قد ممكن بعد عندكم إمكانية توزعون؟ نعم، بالنسبة للتوزيع الأراضي من عام 2019 حسب القرار 418 اللي هو صدر بخصوص توزيع بعد إيقاف الضوابط السابقة توقفت وبعدين صدر قرار، وزعنا ما يقارب 50,000 قطعة سكنية إلى الآن؟ إلى هذا اليوم اللي قاعد نحكي به. عندنا خطة لعام 2023 توزيع بنفس العدد أو قد يكون أقل. هي المشكلة بتوزيع الأراضي، إحنا نعد خطة لكن أكو مشاكل تواجهنا بالإفراز، بتثبيت الإفراز على الأرض، بإحالة المشاريع. هسه حاليا قاعد نعمل على توفير 11,000 قطعة للصحة، كملت إجراءاتها، بقت كملنا إفرازها والخارطة الإفرازية أودعت لدى التسجيل العقاري لغرض في شط العرب. عندنا ما يقارب 2600 قطعة في الزبير صادقت بخارطتها وراح تودع لدى التسجيل العقاري إصدار السندات. عندنا 2000 قطعة في السيبة، عندنا 1300 قطعة في صفوان منتظر خطة التوزيع، عندنا ما يقارب 350 قطعة في الفاو، عندنا تقريبا 500 قطعة في الهارثة، وعندنا قطع في القرنة تقريبا 300 قطعة للشهداء. هاي 2023، هاي هسه الخطة الحالية لهذا لعام 2023 لشهر شباط. زين، اي لانه شهر شباط وآذار، هاي بعدها اكو 3000 قطعة سكنية في شط العرب تم إرسال خارطتها للتخطيط العمراني لغرض المصادقة، وبعدها أنه أكو كذلك قطع أراضي في صفان، قطع أراضي في أم قصر. نتوقع أنه في الشهر الرابع أو الخامس تبدأ عملية التوزيع.